السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم من جديد في لعبة كارف دوتي 4. كنا خلينا هنايا في ملحقة الأسد. المهم الخوت، كتب نوضح واحد الحاجة. المهم سمحوا لي الخوت على الفيديوهات اللي كنت درت، فاش تنشوف الفيديوهات في اليوتيوب كتشوف اللاك، فهمتي؟ باش جيت كنشوف اللوجيسيال عندي انايا، اللوجيسيال عندي مزيان، اللعبة عندي مزيانة، كلشي مزيان. المهم ديزانصاليت هاد اللوجيسيال، ديزانصاليت اللوجيسيالات كاملين ديال اللي كنريجيستري بيهم العاب. طاحت واحد الحاجة في ويندوز 10، كاين واحد اللوجيسيال مع انتيغري مع البيسي ديال البيسي، خاص بالبيسي ويندوز 10، خاص بويندوز 10 تريجستري اللعبة اكدي باش دي بجودة عالية. هادشي ما انا ما كنتش عارف في الاول، حتى بقيت كنقلب وبحثت حتى لقيت بان ويندوز 10 في لوجيسيال مع انتيغري بي سي ويندوز 10 في لوجيسيال ديال ريجستري جيمينغ انتيغري مع البي سي. يعني هادشي شي واعر، يعني بلا شي لوجيسيال. بعض المرات اللوجيسيال ما كيقراش لك اللعبه كتريجستري، وهادي وفي الاخر كتلقى لا صوت لا صوره كما شفت انا. يعني الالعاب ديالي تعبت عليهم وريجستريت ولوجيسيال ديال المونتاج، وفي الاخر طلع لك لعبه زيرو. المهم ما عليناش الخوت، سمحوا لي الفيديوهات الاولين ان شاء الله الفيديوهات ما في هذا رقم 4، رقم 4 ما كان رقم 5، رقم 5 و 6 غيكونوا في جوده عاليه ان شاء الله وبلا لاج بلا والو. المهم بداو على بركة الله في ملاحقة الأسد أو الأسد. سمحوا لي الخوت على الهضرة. شوية ضرب البرد أو الثلج كيصب عندنا ما شاء الله. كنا خلينا هنايا في الفيديو السابق. Intensi scontri si sono succeduti per tutta la notte mentre i marine americani hanno proseguito l'avanzata nella capitale alla ricerca di Khaled al-Assad. Si può sentire ancora qualche sparo mentre le forze di al-Assad si ritirano nel palazzo presidenziale. نقدر انا ريجستريها بلغه اخرى، ولكن ما غاديش نفهم، نفهم شنو غادي يقول وشنو غادي. يعني الانسان يلعب خصو يفهم علاش طالع. بس المشكلة الاخر مشكل كنا اعتقدنا في الفيديو اللي فات هذا البنك. انتوما كما كتشوفوا معايا اللعبة غادا ليبر، يعني ممكن لا عاد لا والو. الحمد لله هذا هو مسير انتي جري على حماق وحق الله. اي لا كان يدربوا عليا هادو. سلاح الخوت خطير، والله الا سلاح خطير هذا. هذا كنلعب فيه في اونلاين، كنلعب غير بهذا السلاح هذا و
واحد سلاح اخر والله. المهم نسالي لي ميسيون ديال مول لعبو اونلاين مع الخوت. المهم يلا نرتاح من مكان الخوت. كيضرب بسميتو الصاروخ كيصمك لك اللاعب. كيصمك او كيتقلو في نفس الوقت. لاعب شويه متحمس. ماشي واحد يجي من الدار ويقول كنضرب هذاك ساعة ضربت بطلاق. أنا ما عرفت واش كيشوف من هنا شي وقت غادي يكون اوتوماتيك كيرجع. Affermativo, avanzate e prendete posizione alla curva, passo! Ricevuto, procediamo! Yeah. Cosa il sai? Medici, medici. عرفتي شحال الخوت قالك داهم بلاصة الكل حاضر. واحد اخر على بالي بحال شي واحد اخر
No. Coincide no. واه ما عرف الدقة مين جاتو. غير انتحر. يلا 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 والله ما كانت خلاص وقار أربعة ليك شي تسبع عقل ليك الأول لا ما تقول يكون زعما شي واحد انتحر ضربة واحدة على الراس مات وأنا ضربة واحدة خلاص ولكن بقى حابس أو يتهلكل ولا حاجة الحق يا بس خاطر هو في فرق عز شي واحد فينا عادي راح نموك يا رجال انتهت ما يضربونا دابا يقول هذا فتح هذا تام سلاح واعر خطيرة السلاح مازال حي السلاح هذا خطير بس هذا واعر مات مات الله يلعب على قلبه يا على هاد اللعيبة فلا زار ولكن عرفت كيف يقول كيفاش أصدقاء ديالي اللي خشوا القلب مشيو وصافي ماتو هذا فين كيضرب هادي لاكار غنعاون يلا تبعت
ما رضي عليكم، ما رضي عليكم انتم، وما العسكر ديال ايش الله اعلم. قالك حبسو، قالك جا شي شي طنك من ديال الاخرين. هيدا هيضربنا، مش هيضربنا ولا شنو؟ هاي هو جاي الطنك ديالنا مع الطنك ديالو، شوف شكون هيربح. ديري هيضربنا والله تعالى يضربنا، فرضك والله يعني صاحبي هيضربنا. شي واحد كيضرب رقم أربعة. هما الأصدقاء ديالي، ما تنساوش الخوت توليه بالردود على جودة الفيديو. نمشيو دابا الخوت باش نسدو على الصاد. يلا بينا. قال لك بأنه قاوق إلى الأسد، لقاو الأسد بشي بلاصة. المهم احنا غادي نمشيو اليوم. ضربة لي كيضربو هدا خصك تبقى عاقل عليها باش مبقاش فيه ديش نفس الغلط.
Ok, ricevuto. Bacheror 2-7, è ora di portare gli Abrams sul fronte. Autobus di comando, mi sa di voi resti lì, il resto procede per 2 km a ovest. Dovete trarre in salvo una vanguardia bloccata in città. قال لك شي وحدين بلوكين شي بلاصه خصنا نمشيو نعتقوهم. مارينا اسكوتاتي una delle squadre di ricognizione è bloccata e ha bisogno del nostro aiuto. شي خرجوا من هذا الكلام مع اصلا شنو ضربت ضربت شي واحد من الاصدقاء انا عاكا نضرب اصلا والله الا بعجلك الطنوبيل النص ديالها مشات سمع لانس مارينا اسكوتاتي اون دي سكواد دي ريكونيزيون بلوكاتا اي ا بيزونيو دي نوستو ايوتو. La guardia è bloccata in un'area ad alto rischio. Il fumo verde indica la loro posizione. Perfetto. Ho sentito il fumo verde indica la loro posizione. لقيت وجدهم يعني خصنا نمشيو نعتقوهم نخرجوهم هذيك البلاصه باش نمشيو بحالها. يا 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 شنو هادشي؟ الطياره طارت طار زرع عطيني نفس السلاح. فين غادي فين غادي فين غادي؟ والله لا عارف كان عايزني موت موت مخليكش تعتبر سير سكاعدنا السلاح اللي كيعجبني انا السلاح اللي كيعجبني نجيب الربح هذا. شنو ما كيضرب في يديه زعما حداهم العسكري والله ما قبلوه. شنو هادشي زعما شنو العسكري هاو العسكري لازم من حداهم شو ما ضربوه ما فهمتش انا والله ما فهمت معاهم. هذا خائن هذا العسكري هذا خائن خائن هذا ما هوش يقتل. خبط لك هذيك من عندي ضرب زي حبيبي كرش مازال والله حرام مازال ذبحتو وذبحني. هذا الربع واحد جوج ثلاثة أربعة احنا من غادي نمشيو نعتقوكم قلتلكوش نتوما اللي غادي تجيو تعتقونا والله إلا مع سميتو مع ما هادي مكان وصلتش ولا شنو؟ والله ما يحبس بكا نشوف شي حبس بكاك مات. يلا يلا اخوتي يلا يلا نمشي نحيد من هادي سينو غنولي في المشاكل عاوتاني مع هادو غيجيو
اجي عصابات كثار عاوتاني. اللهم اجي بلي و... شو سدينا لي الطريق. كبير هو زوين كي ضربه وحده كي تسلك منها. ضربته بجنوية ما مات. واحد كذرك فيا شي بلاصه شو ادري كان شو الحال كيف تطلع لي يا اخوي تنفس تنفس انزل يا اخوي سمعت 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 قدرون قدرون ندوزو هنايا يلا يلا واجو عاونوني الخوت شنو الحرام حادثي يا اهلا اسمر تجيني من النار يزدق من الغالب تعالي بقى ما نبي عسكر يلا يلا مهم الخوت وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساوش ديرو جيم الفيديو وما تنساوش تشاركوا معنا بيس ليك.